راسي ولا راس السنة؟ لا راسي طبعا، لا راسي أهم من أي راس. نعم؟ راسي؟ راس صدر. راسي عشان أعمل بيها راس السنة. راس السنة أحسن. لا معرفش، بس شيء تاجر. إيه؟ راسي طبعا. I'm sorry؟ إيه؟ راس السنة. لا راسي أكيد. راسي. لا أكيد راسي أنا، يعني هي بتهمني أكتر في أي وقت في السنة. راس السنة. ده مثل راسي. إيه؟ قلت إيه طيب؟ راسي ورأس السنة طبعا، دماغي هي اللي بتفكر وهي اللي هتخلينا أحدد هعمل إيه في رأس السنة. لا والله يا راس السنة أهم بكتير. لا راسي. راس سارة. راسي ولا راس السنة؟ الاثنين. لا راسي طبعا، يعني أتمنى راسي يعني. لا راسي. أكيد راسي. والله راسي أهم من راس السنة. راسي. فين السؤال وفين الإجابة؟ راس السنة. لا راسي. أفندم؟ غالبا راسي. نعم نعم. أكيد راسي. لا راسي أكيد. راس السنة. طبعا راسي، عشان راسي حلو جدا على فكرة. وراس السنة احنا بنحب اليوم وبنحتفل بيه، بنتمنى من الله عز وجل ان هي تكون سنة فعلا سعيدة زي ما دايما كنا بنتمنى.